كرموني عشان انا قدمت فيلم عن ذوي الاحتياجات الخاصه، اللي هو فيلم خالي من الكوليسترول. هما الحقيقه فيلمين، وحياه قلبي وافراحه كمان، بس في وحياه قلبي وافراحه كان اللي عامل دور الشاب اللي عنده اعاقه كان امير شاهين، لكن في فيلم خالي من الكوليسترول كنت انا اللي عامله دور الام اللي عندها اعاقه او من ذوي الاحتياجات الخاصه. فطبعا وانا احب اكون موجوده معاهم، يعني استمتع بوجودي مع الاطفال. انا بشوفهم دول ملائكه، يعني يدونا طاقه كده ايجابيه جميله. الهام شاهين، في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، قولي عامله ايه في الكورونا والحاجات دي؟ ولا حاجه، الحياه ماشيه طبيعيه، بناخد احتياطاتنا. انا مفيش بس سلامات وبوس وحضان والكلام ده، يعني حته التباعد الاجتماعي. قولي شويه عن فرحتك بفرح امير شاهين بقى. اكيد فرحه كبيره طبعا، شيء يسعدني.